رب الخطة تنجح. عمي ده تقول ليش يا عمي؟ أنا جاي أودعك. نعم. أنا عشت معاك أحلى أيام عمري، كياما زعلتني وعمري ما خدت هدومي ورحت لأمي. يا ابن طمراتي. أيوة صح برضو. أصل أنا جاي أقول لك خبر مش حلو. يعني أوحش منك؟ بكتير. ماشي قول. عمي أنا صحيت الصبح تعبان فحسيت كده بوغوشة في قلبي. وغوشة؟ آه. يا حبيبي الغير حجته معاه معلش. جريت على دكتور علاج طبيعي. رحت هناك اكشف الدكتور اول مالك يا عم يعني دكتور علاج طبيعي ليه عندك شد في عضله القلب يعني لا انا سالت ايه التعب ده قالوا لي ده تعب طبيعي فرحت لدكتور علاج طبيعي ايه باين انك عبيط يلا لا ما انا هقولك الراجل اول ما شافني قال لي يا لهوي انت حالتك بتسوق قلت له لا بتاخد تاكسي وقعدنا نهزر انا وهو ايه يا عم انت ايه الدكتور اهبل هو كمان لا انا بحاول اكذب انا بحاول بس اشرح لك الموضوع اخلص فقال لي اعمل اشعه عملت اشعه شفه قال لي لا اله الا الله انت محتاج عمليه مزمار حالا ايه عمليه مزمار ازاي يعني هو قال لي مزمار معرفش لا ما فيش غير هما اتنين كانوا بيلعبوا مزمار في محمد علي وماتوا لا ما هو قال لي مش في محمد علي قال لي هتسافر بره فهات من عمك اكرم 500000 جنيه وهنسافر بره نعمل عمليه طب هو يعرف عمك اكرم منين يا كذاب ده دكتور هو دكتور والدكتور فيا يعني جاب 99% مش هيعرفك ايوه انا كنت ماده يعني بدرس في الثانويه العامه يعني يعرف الاتش 2 او مش هيعرفك ده بتوع علم علوم دولت يعني دماغهم راحت بعيد اسمع مني وقال لك كام بقى قال لي 500000 جنيه بس هروح بره عم بس تروح تاخدهم من عمك رمضان بقى عم رمضان على قلبه قد كده بس انت عارفه عم رمضان جلد ما بيطلعش الجنيه ممكن لما اكون حاله انسانيه كده ممكن قلبه يحن لا انا ماليش غير عم واحد انت عم يا ابني انت مش ابن اخويا اصلا انا ما اعرفكش انت هتتنكر مني عشان 500000 صدقني دي الحقيقه اللي انا مخبيها عليك بقالي 20 سنه انت بردان ولا ايه لا برجع بالزمن 20 برجع بالزمن لا يعني. لا ارجع لنا ماشي يا عم انت بتشتغلني صح مش بشتغلك دي الحقيقه يا ابني بجد انا مش ابن اخوك صدقني انت مش ابن اخويا امال انا مين انا احكي لك الحكايه من اولها بسرعه بس زمان كده عمك رمضان قلبه حن وقال لي انا اعزمك عم رمضان عزمك ما انت تسمع يعني بقيه الحكايه بدايتها كذب يا ابني مش كذب صدقني ماشي المهم فضلنا ماشيين بلاد تشيلنا وبلاد تحطنا اركبوا اخلص اركبوا حاجه يا ابني بقول لك عمك رمضان عزمني نركب ايه ايوه صح المهم فضلنا ماشيين قابلنا ست طيبه كده وشايله على ايديها عيل صغير اسمر سمار النيل انا العيل الصغير لا احنا كنا بنسال الست نروح الجيزه منين اي يعني دي كومبارس في الحكايه لا مش بطله خالص مش بطله بتحكيها لي ليه استنى بس بلاش انا مين لازم تعرف كل حاجه هقول لك دلوقتي دخلني بسرعه نبي. المهم فضلنا ماشيين قابلنا ست طيبه وشها بشوش قوي أيوة. وشايله عيل اسمر سمار النيل وماسكه ازازه ميه في ايديها انا ازازه الميه يا ابني لا يا ابني لا ده عمك رمضان كان عطشان وعشان هو بخيل ماشي. فمش عايز يشتري ميه فاخدنا بقه ميه منها كده من اللي ريقه يا ريت ننجز في الجي بي اس ونوصل بس. حاضر ما كانش في جي بي اس ساعتها يا ابني كان ماشي. زمان بقى ماشيين المهم فضلنا ماشيين انت جاي معانا لا يا عمي عايز اعرف انا مين المهم فضلنا ماشيين لقينا لما كده وناس واقفه عماله تسقف وفي راجل طيب قوي يا منصف وواقف كده جنبه عيل صغير اسمر سمار النيل كده وشعره مكتكت كده وعسل والولد واقف يسقف فرحان انا الولد اللي بيسقف لا انت النسناس اللي هم كانوا بيسقفوا له يعني انت اللفه دي كلها عشان تقول لي انت نسناس ما لازم اقنعك يا ابني تقنعني انا مقتنع وانا ما عنديش مرايه ما انا عارف ما دي الحقيقه دي الحقيقة يا عم بقولك امشي هتتنكر مني ابوس ايدك هات ال 500000 جنيه يا ابني 500000 جنيه انت لو حللت هتطلع برضو مش ابن اخويا صدقني لا طب اقول لك حاجه انا هعمل الدي ان ايه واجيب لك النتيجه تديني 500000 جنيه وانت تعرف دي ان ايه يعني ايه يا جاهل انت معروفه دي ان ايه اختصار دي نتيجه اهلك بيعايروا العيل يعني هو لقيته ويعايروه يا عيني دي نتيجه اهلك اهم والنبي يا عمي طب ابوس ايدك انا ظروفي صعبه ما تتحايلش عليا لان انا مديون يا ابني انا ظروفي ما بقتش زي الاول مش هينفع يا عمي لازم تقف جنبي انا ما تتحايلش هتقعد تبوس ايدي ما تبيعنيش يا عمي ما تهزمش نفسك ابوس ايدك انا عايز اسلك اصلا ايدك يا عمي انا واطي ما تبيعنيش عمي ابيعك مش هتجيب حاجه عمي. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه واتشت ما تخليش حاجه تفوتك.